السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوتيوبر المغربية سارة أبو جد تحتفل بالعقيقة ديال بنتها وكتبت: الله يحفظهم يا ربي، فرحتي كبيرة بوليداتي، اللهم لك الحمد، إحساس زوين بزاف، لهلا يحرم شي وحدة منه، قولوا آمين. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها.